أكلة ببلاش، قيمة غذائية للسما. لو اتعملت صح بنفس الطريقة دي هتاكلي منها مرة كل أسبوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايبالك أكلة ببلاش 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 بلاش البلاش، يعني الأكلة دي مش هتكلفك 5-6 جنيه، ولو عايشة في الأرياف زينا مش هتكلفك ولا جنيه خالص. هنعمل مع بعض النهاردة الخبيزة. الخبيزة دي أكلة من قديم القديم، أكلة من أجداد الأجداد، ممكن يوصل نسبها إلى الفراعنة، بس أكلة كلها حديد. نسبة الحديد في الخبيزة أعلى بكتير جدا من السبانخ، يعني لا قدر الله لو بتعاني من الأنيميا في ظرف أكلتين هيبقى عندك حديد في جسمك يبني برج. نسمي بسم الله ونشوف هنعملها ازاي. هنجيب كيلو خبيزة أو 2 كيلو خبيزة حسب اللي انت يعني الكمية اللي انت عايزاها. بتغسليها كويس جدا وبعدين تقطفيها. اللي مش عارف الخبيزة يا جماعة أنا سبت له كام عود عشان يبقى عارفها، عشان لما يروح يشتريها من أي مكان من السوق أو السوبر ماركت يبقى عارفها. ده نبات الخبيزة، نبات سهل جدا وبسيط جدا وسعره رخيص جدا. بتغسليه كويس جدا وبعدين تقطفيه كده، يعني ايه تشيل العود ترميه والورقة هي اللي هتستعمليها. يبقى احنا كده دلوقتي نقطف الخبيزة مع بعض، ورقة ورقة، ونبتدي نشوف هنعملها مع بعض ازاي. حلة على البوتاجاز فاضية خالص ما فيهاش اي حاجة، هننزل بكوبايتين 2 شوربة، ما نكترش الشوربة خالص. انا عايزة اسلق الخبيزة بتاعتي بس، يعني كل اللي هيتم دلوقتي ان انا هسلقها. هنزل بكوبايتين شوربة، كوبايتين 2 بس، على حوالي 1.5 كيلو خبيزة. الخبيزة بتاعتي كده مغسولة ومتنشفة وزي الفل، هشيلها واروح على الحلة بتاعتي بسرعة وانزل بيها. طبعا الهرم اللي احنا شايفينه ده كله هيهبط اول ما يروح على البوتاجاز. هنزلها كلها في الحلة. طبعا بعد ما نزلت الخبيزة بتاعتك هتنزلي بحزمتين سلق. السلق هنا هيدعملك اللون بتاع الخبيزة وهيديكي طعم حلو برضو. يبقى سلق على خبيزة على بصلاية على شوية الشوربة. بصلاية 4/4 عشان تسكر معاك الخبيزة وشكرا على كده. حطيت الشوربة، حطيت الخبيزة، حطيت السلق، قطعت البصلاية، غطي حلتك. طبعا الخبيزه بتاعتنا بتتسلق بمزاج هادي كده، بس هنعمل حاجه جديده قوي. احنا هنقدم الخبيزه النهارده مش زي زمان كده غمس وكل وعيش من المشنه والكلام ده، لا خالص. احنا هنجود ونعمل فته خبيزه، فته من الاخر. شويه زيت في حله عشان نعمل شويه صلصه للفته، وفصين الثوم بتوعنا، فصين ثوم بس مطحونين كويس قوي او مدقوقين في الهون. نبتدي بقى نشوح الثوم بتاعنا يا دوب بس يشقر كده. هنزل عليه كل المكونات. الثوم خلاص بدا ياخد لون، هنزل معلقه صلصه. تشويحه بسرعه 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 كده، وانزل بعصير الطماطم. قد ايه عصير الطماطم؟ كوبايه حلوه كده. شويه كمون صغيرين قوي، شويه كزبره ناشفه برده صغيرين قوي، ملح وفلفل اسمر وشكرا على كده. ملح، فلفل اسمر، ونديها تقليبه ونسيبها تتسبك خالص. تعالي بقى ما اوريكي كميه الخبيزه اللي انت كنت مستكتراها راحت فين. نزلت معاكي النص. بصي كميه الشوربه زادت ازاي، لان الورقيات بتنزل دايما ميه. هنسيبها بس تتسلق سلقه البصله وسلقه الورق بتاعها، مش هتاخد وقت، يعني ربع ساعه بالظبط، وهطفي عليها وبعد كده هنكمل مع بعض. تعالي بقى نشوف الخبيزه بتاعتنا اتهرت ازاي. قربي مني خلاص كده يا جماعه. بصوا اتهرت الورقه بتاعتها عامله ازاي، ولاحظ ان هي ما شاء الله عشان كميه الشوربه قليله ما فقدتش اللون بتاعها واستوى. وهو ده اللي انا عايزاه. انا مش عايزه اسيبها على النار لحد ما الخضار الجميل ده يبقى زرقان، لا انا عايزاها كده كويس قوي. هطفي عليها واسيبها تبرد وبعدين اتعامل معاها. يلا يا ست البنات بقى، الخبيزه بتاعتنا اتضربت في الخلاط ومحتفظه باللون الاخضر بتاعها الجميل، وما فرمناهاش قوي في الخلاط، عايزينها برضو تبقى فيها قطع لحم كده عشان تفكرنا بالزمن الجميل اللي كنا زمان بنعملها بالمفراك. هنسيبها في الحله كده تاخد راحتها ونروح نعمل لها احلى طشه. شويه زيت في الطاسه، ويا سلام بقى كده لو عندك معلقتين سمنه. الزيت بيسخن كده بتنزلي ببصلايه حلوه كده. بصي بصلايه قد ايه، وتسيبيها تتشوح.
خلاص البصلة بدأت تتشوح وتدبل معايا، هنزل عليها بفصين ثوم مطحونين. آخر حاجة بقى في الطشة بتاعتنا والتقلية الحلوة، هننزل بمعلقة كزبرة ناشفة وهنديها تقليبة. الكزبرة هنا هتتحمص وريحتها هتعلى قوي 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 مع البصلة والتومة. نشيل بقى الطاسة بتاعتنا من على النار ونروح على الحلة الجميلة وننزل بالتقلية بتاعتنا. تقليبة صغيرة وقدمي بقى الخبيزة بتاعتك. تعالي بقى نقدم طبق الخبيزة المعتاد اللي احنا ياما اكلناه في بيت اهالينا. على فكرة وانا بطبخ معاك الخبيزة دي صدقيني انا كنت سرحانة في ذكريات زمان وحاجات زمان. كانت ام الله يرحمها لما تعمل الخبيزة دي لازم يتاكل جنبها مخلل في المش، يعني ما ينفعش مخلل عادي، فلفل ولارنج وبرتقال بس موجودين في المش. اللي هو ايه المش؟ اللي هي جبنة الحدقة القديمة في الجرار زمان، لو حد فاكر الحاجات الحلوة دي. لو حد سبعيناتي او تمناتي يكتب لي في التعليقات ذكرياته مع الخبيزة. هقدم طبق عادي خالص وبعد كده نعمل التكة الجديدة بتاعتنا اللي احنا جددناها ودخلناها في الخبيزة ودي التست وطعم هايل، اللي هي فتة الخبيزة. هنولع البوتاجاز، هنخف الخبيزة شوية بشوية شوربة، يعني نديها كمان كوباية شوربة ونديها تقليبة. على ما تغلي غلوة كنا ركبنا طبق الفتة بتاعنا. فتة الخبيزة بتاعتنا بتعتمد، كان زمان بنعملها بعيش المشنة. فاكرين المشنة اللي هو العيش اللي كنا بنخبزه في الأفران الفلاحي بتاعت زمان؟ ده طبعا تطور شوية وعملناه محمر وعيش زي الفل. الخبيزة بتاعتنا اهي بدأت تغلي ما شاء الله، هاخد منها وسقسق على الفتة بتاعتي زي فتة الملوخية. فاكرين فتة الملوخية ولا نسيتوها؟ ابتدي بس كده اسقيها، ما اروعها، قيمتها الغذائية تحفة. ولادنا هياكلوها بالطريقة دي لان طبعا ولادنا بيميلوا للفتات والحاجات دي، هتبقى رائعة معاهم. كده بقى احنا سقينا بالخبزة بتاعتنا العيش الجميل، نبتدي نحط شوية رز، طبقة خفيفة قوي قوي من الرز الابيض. حطينا كده طبقه الرز، الدمعه بقى اللي احنا عملناها اللي هتخليها بصي طبق فته، واللي هياكل مش هيحس هو بياكل خبيزه، بياكل لحمه، بياكل كوارع، بياكل ايه، بياكل ايه، بياكل ايه، بياكل. نبتدي بقى ايه نرسم بشكل حلو كده الصلصه الحمراء عشان طبقنا يتاكل يتاكل. يا رب تستفيدي من كل الفوائد اللي فيها عشان خاطر ولادك وعشان خاطر بيتك. لاحظي ان الجيل بتاعنا جيل السبعينات والثمانينات ما شاء الله لسه واقف على حيله، جيل السمنه البلدي بسبب الاكلات البسيطه دي. يا رب الحلقه تبقى عجباكي واشوفك ان شاء الله في حلقه جديده. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.